الحماية من أشعة الشمس بواحد الوصفة طبيعية فما غتفوتش 30 SPF يعني في الحماية ديال أشعة الشمس. مثلا غناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال زيت نوار الشمس غادي ناخذوا فيها جوج معالق كبار ديال زيت لافوكا، هادو كلهم مواد غنية بالفيتامين أو، جوج معالق كبار ديال زيت اليزير لا غومارين حتى هي كتحمينا من اشعه الشمس. وهادشي كامل باش نديروه كريمه كنديروا القاعده الاساسيه الطبيعيه اللي كما علمتكم، 5 ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. هاد المكونات كاملين كتحطهم في حمام ريم حتى كيذوبوا مزيان وكيتخلطوا، تخليهم يبردوا، الكريمه اللي كتحصلوا عليها كتوليو كتستعملوها كواقي شمس طبيعي وكتداوموا عليه. نعم، فهذه وصفه يعني طبيعيه كواقي شمس. بالنسبه للوصفه لتبييض البشره، شنو النصيحه ديالك للسيدات؟ لانه كثير منهم مباشره من بعد انتهاء فصل الصيف تيقول لك راه ظهر لنا الكلف والبقع والطبايع في الوجه. نعم، فاول حاجه بعدا كيخص اننا نستافدوا من اشعه الشمس في هذه الفتره ونعطيوها واحد الحمايه كذلك للبشره ديالنا، لان بزاف ديال الاخوات كيهملوا داك الروتين اللي كيتستعمل كل نهار ديال البشره اللي خصو يكون فيه التنظيف، اللي خصو يكون فيه الترطيب. اننا كنضفوا البشره ديالنا في الصباح كنعطيوها الترطيب يعني ليدغاتاسيون، لان كيكون الصاد وكتكون البشره كتفقد الماء. عاوتاني في الليل كيخصنا عاوتاني ننظفوا البشره ديالنا ونعطيوها المغذي اللي كيعطيها التغذيه. فهنا مثلا يمكن لكم في الصباح انكم بعد ما تنظفوا البشره ديالكم ديروا زيت لوز الحلو معلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال زيت الصوجا، تخلطوهم دهنوهم كسيروم للبشره ديالكم مرطب. عاوتاني يمكن لكم في الليل يعني هذه في الصباح، في الليل ديروا واحد الكريمه اللي غتاخذوا فيها فقط معلقه صغيره ديال زيت الورد، معلقه كبيره ديال زيت الجوجوبا، وغتزيدوا عليهم ثلاثه المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. هاد المكونات كاملين خلطوهم في حمام مريم وديروهم بالليل وخليهم هذا الخليط يبرد، وبالليل ديروهم ككريمه مغذيه. اذا هذاك في الصباح اللي فيه زيت اللوز الحلو والصوجا، وفي الليل كريمه مغذيه اللي غادي تستعملوها، فهكا ان شاء الله غادي تحافظوا على البشره ديالكم. ودائما دائما عافاكم حاولوا تتفادوا في هذه الفتره هذه تستعملوا بعض المواد اللي كتكون عشوائيه يعني اللي كتكون فيها الكورتيزون او بعض الخلاطات ديال البومادات اللي كديروا للبشره ديالكم، لان الا مشات تقشرات البشره الواقيه دابا في هذه الفتره هذه فهنا كيمكن تعطيكم مضاعفات اللي هي تكون خطيره. بالنسبه للوصفه المبيضه فغنعطي واحد الوصفه بسيطه وسهله، غادي نعطيو ما يسمى بلو جونيفري العرعار اللي كنرجع ليه كذلك في التجميل اللي مهم جدا وعنده مزايا كبيره. فغناخذوا معلقه صغيره ديال العرعار مطحون، وغادي ناخذوا معلقه صغيره ديال السلميه مطحونه، وغادي تزيدوا عليهم 5 ديال المعالق كبار ديال الحليب الساخن. نخلطوا هذا الخليط هذا تيعطينا واحد الماسك كنوضعوه على البشره والرقبه ديالنا، كنخليوه مده ديال نصف ساعه، من بعد كنغسلوه. العمليه غديروها جوج المرات في الاسبوع وتبقاو مداومين عليها حتى كيتوحد اللون ديال البشره ديالكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.